حصان النبي وخير الصحاب، أن نرقى جميعا أعالي السحاب. حصان النبي وخير الصحاب، أن نرقى جميعا أعالي السحاب. ونزرع الحق في كل رحاب، لنحصد النور ونجلو الضباب. لنحصد النور ونجلو الضباب. إذن تسير الحياة ولا تتعطل؟ تتعطل الحياة. ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه؟ لبغوا في الأرض. إذن الله عز وجل يغني لحكمة ويفقر لحكمة سبحانه وتعالى. نعم، خلاص انتهى المثال. انسى بقى انك معاك 100 مليار، احسن تفكر انه صحيح وتطلع بقى وتبدأ تنفق وتجيب على الفلوس اللي معاك فلا تجد شيئا. نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أيوة. إثبات صفة الإيه؟ العين لله جل وعلا. فلا نؤول العين بمعنى الرعاية، ولا نشبه العين بعين الإنسان، وإنما نقول له عينان تليقان بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى أيضا: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا مسألة يجادل فيها أهل الباطل. يقول: طيب يا أهل الظاهر، أنتم تثبتوا الصفة لله عز وجل، فإنك بأعيننا يعني إنك فوق أعيننا، يعني أنت فوق عين ربنا. أقول له: لا، فإنك بأعيننا يعني إنك محروس بإيه؟ بأعيننا. إنك محروس بأعيننا. تمام. قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه هو مين؟ نوح عليه السلام. على ذات ألواح ودسر، دسر يعني إيه؟ مسامير. إلى ألواح الدسر المقصود بها الإيه؟ السفينة. تمام. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، أي تجري السفينة الصغيرة في وسط هذا الطوفان الكبير بأعيننا، أي بمرأى منا، فنحن نراها بأعيننا ونحرسها برعايتنا وعنايتنا، لكن فيها إثبات صفة العين لله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، أي أحببتك، ولتصنع على عيني، أي على عين الله جل وعلا، وبرعايتي وبعنايتي وبمرأة مني. فأنت صغير ضعيف لا تملك أن تدافع عن نفسك، والذي وضعك في يد عدوك الذي يبحث عنك ليقتلك هو الله، لكن الله الذي وضعك يا موسى في يد فرعون ألقى عليك محبة، فلا ينظر إليك أحد إلا أحبك. إذن الله عز وجل يراك، فلا تخاف ولا تخاف يا أم موسى عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يريد أن يثبت صفتي إيه؟ السمع والبصر. أحسنت. السمع، نثبت صفة السمع على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والسمع، إذا آمنت بصفة السمع دلك على أن الله عز وجل، أن الله عز وجل يسمع منك كل شيء، فلا تنطق إلا بشيء يرضي الله. تضحك مع واحد وتهزر لا تكذب، لأن الله يسمعك. إنسان أغضبك تريد أن تسبه لا تنطق بالفحش، إن الله يسمعك.
تتكلم في التليفون مع البنت اللي بتحبها ولا يجوز لك أن تكلمها. إن الله يسمعك. والله عز وجل لم يكتفي بأنه يسمعك فقط، بل يجعل أذنك ستنطق عليك. يا سلام، الجماعة اللي بيكلموا البنات في التليفون يوم القيامة ودنه هتبدأ تقول تكلمت وقلت كذا، سمعت أو بتقول لي كذا وكذا 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 وكذا، ستنطق عليك أذنك. وأنت تكلمها في الهاتف لسانك ينطق ويقول قلت لها كذا وكذا، وانت عمال تبص للسانك، انت بتنطق ليه؟ ستحرق بالنار. يؤتى يوم القيامة برجل كتبت عليه سيئات فيقول أي ربي ما فعلت هذا، كتبها عليك ملائكتي، يا ربي ظلمني ملائكتك وأنت العدل لا تظلم أحدا، لا أريد أن يشهد علي أحد إلا نفسي. فيختم الله على فيه ويقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، ثم يأمر الله جوارحه فتنطق اليد وتقول سرقت، وتنطق العين وتقول إلى الحرام نظرت، وينطق اللسان ويقول كذبت، وتنطق الأذن وتقول للحرام سمعت، وتنطق الرجل وتقول إلى الحرام مشيت، ثم يرفع الخاتم من على فيه فيقول لجوارحه ويلكن عن كن كنت أناضل أنتن اللاتي ستحرقن بالنار، فتقول الجوارح كلها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فيا من تكلم البنت في التليفون وأنت تعلم أن هذا الكلام لا يحل لك، وتتلفظ بألفاظ العشق والحرام، سوف يعاد هذا التسجيل مرة أخرى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يا من تقف وتجلس أمام شاشة الإنترنت أو شاشة التلفاز وترى الأجساد العارية، إن الله يراك، يسجل عليك ذلك صوتا وصورة، وسوف تعرض عليك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. اتق الله في نفسك، وقتها سيراك أبوك وإخوانك وأحبابك وجيرانك إن لم يتب الله عز وجل عنك، إن لم يتب عليك ويمحو هذه الصفات وهذه اللقطات. إن الإيمان بأسماء الله وصفاته يملأ القلب إيمانا بالله وحبا له وتوكلا عليه وخوفا منه ورهبة من عقابه سبحانه وتعالى. فهنا صفة السمع تدلك على أن الله يسمع كل شيء، فلا تنطق بشيء يغضب الله. وصفة البصر أن الله يرى كل شيء، وعدت البت وقابلتها على الكورنيش، الله يراك، ذهبت إلى مكان معين ففعلت معصية، إن الله يراك، اختفيت من أبيك وشربت سيجار، إن الله يراك، اختفيت مع الأولاد وشربت مخدرات، إن الله يراك، إن الله سميع بصير. نعم. وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لعنهم الله اليهود الذين قالوا ذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يقرض، فقال اليهود رب محمد يقترض من الناس، رب محمد فقير ونحن أغنياء، حاشا لله وكلا. فأنزل الله هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ماذا قالوا؟ ماذا قالت اليهود؟ إن الله فقير. لم يرد الله عليهم، يقول الله ليس فقير، الله غني. لماذا لم يرد الله عليه؟ قال سنكتب ما قالوا، بس اللي قلتوها ينكتب خلاص.
لم يرد، لم يدافع، لم يقل إن الله غني، إن الله ليس فقير. ليه يا جماعة؟ ها؟ يعني عندهم علم في الآية السابقة وقالوا إن يد الله مغلولة يعني غني. طيب أحسنت، نعم، قول باطل لا يحتاج إلى رد. أحسنت، أحسنت، غنى الله واضح لكل الناس فلا يحتاج إلى رد. نعم نعم أحسنت. لو واحد قبلك وقال لك إيه؟ أنت أعمى لا ترى، وأنت أشل إيدك مشلول، وكل الناس اللي حواليك يبصوا له كده، إيه يا عم الرجل له عينين وله يدين، هل هذا يحتاج إلى رد؟ لا، كل شايف إن كلامه غلط، وهذا يعني أفضل ما يرد به على الإنسان المبطل. زي ما يجي واحد مثلا يقول لك إيه؟ والله فضيلة، والله الشيخ الألباني رجل محترم وكويس بس ما بيعرفش في علم الحديث حاجة. طب دي عاوز رد؟ أو فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رجل طيب وكويس بس في الفقه ما بيفهمش. دي تحتاج رد يا جماعة؟ لا تحتاج إلى رد. الرجل طيلة حياته في الحديث أو طيلة حياته في الفقه يقول في الفقه ما بيفهمش حاجة. ولله المثل الأعلى، فالله لم يرد عليه وإنما قال سنكتب ما قالوا. طب خليك واخد بالك بقى، اوعى يوم القيامة تقول ما قلتش، مكتوبة ايه، اوعى تنكر، اياك ان تنكر، سنكتب ما قال. وبعدين ايه، واحد وبعدين قال لهم ايه، وقتلهم الايه الانبياء، الايه جاب دي لدي. واحد بيقول لك ايه يا فلان عيب، أبوك لما يقول لك كلام اسمعه، اسمعش كلام أبوك وانت عاقل والديك، تقول انت ما تردش على القصة دي، تقول له ايه، ما انا شفتك اول البارح وانت طارح أباك أرضا ونزل فوق ضرب، دي معناها ايه، معناها في جرم أعظم. ولله المثل الأعلى، ربنا ايه لما ادعوا الله قالوا ان الله فقير ما ردش عليهم وقال لهم وقتلهم الانبياء. طب ايه رايكم بقى في قتل الانبياء؟ اهو الانبياء جوكم وقتلتوهم، يعني انتم اهل ضلال وفرية، وقتلهم الانبياء بغير حق. هو في قتل الانبياء بحق؟ ليه ما قالش وقتلهم الانبياء بس؟ ليه قال بغير حق؟ ممكن يقتل الانبياء بحق ولا ايه؟ نعم، ها، أم نعم، لا يقتلون لا بحق ولا بغير حق، ولذلك وليه قال بحق؟ ها؟ الغالب بغير حق، نعم، لبيان الواقع. دي يا جماعة بارك الله فيكم اسمها ايه؟ صفة كاشفة، صفة كاشفة عن القتل، أي أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون إلا بغير حق، فصفة كاشفة عن حقيقة القتل. نعم، إذن هذه الآية لقد سمع الله فيها إثبات صفة الإيه؟ السمع. نعم، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، فيها إثبات صفة الإيه؟ السمع. أم يحسبون، يظنون، وأم أم هنا، أم هنا بمعنى بل، بل أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، لما قال بعضهم إن رب محمد يسمعنا ولا لا يسمعنا، اثنين كفار عند الكعبة، فقال له لا يسمعنا، وقال الآخر لا، إن رفعنا أصواتنا سمعنا وإن أسررنا لا يسمعنا، وإن أسررنا لا يسمعنا. فأنزل الله عز وجل أم يحسبون أن
لا نسمع سرهم ونجواهم. النجوى هو الحديث السري. بلى بلى يعني نسمع كل هذا. ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا يعني ايه؟ ملائكتنا يكتبون ايضا. ربنا يسمع ويأمر ملائكة ان تكتب. لكن انت كمسلم ماذا تستفيد من هذه الآية؟ ان الله عز وجل يسمع ايه؟ سرك. فإياك ان تقول شيئا في سرك يغضب الله، سواء كنت في التليفون أو كنت مع إنسان بينك وبينه أو كنت بينك وبين نفسك. لا تقل شيئا يغضب الله، واعلم أن الله مطلع على سرك ونجواك. نعم. وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. من هما؟ موسى وهارون. موسى وهارون. إنني معكما أسمع وأرى. والمعية هنا أيها الأحباب معية خاصة. فالمعية تنقسم إلى قسمين، اكتبوا. المعية تنقسم إلى قسمين، إلى معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله للمؤمن والكافر والبار والفاجر، وهي معية العلم والإحاطة. يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القلب. المنافقون الله معه، يعلم ما يفعلون وما يبيتون من القول. والمعية العامة مثل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. المعية دي اسمها معية العلم، والعلماء قالوا إيه ليه دي معية العلم وليست معية الذات كما يقول الباطنية الحلولية، يقولوا ربنا معاكم بذاته، نقول لا معاكم بعلمه. لكن الله بذاته فوق سبع سماوات على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قالوا لماذا أولتم المعية هنا بالعلم؟ نقول لا، لأن فيه هنا حاجة اسمها قرينة. وعلماء الأصول يقولون السياق من المقيدات، فمعنى وهو معكم أينما كنتم تحتمل معنيين، معنى بذاته أو معنى بعلمه. نريد قرينة ترجح أحد المعنيين، السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. دي في أصول الفقه، قاعدة الأصولية دي كتبتوها. ثاني، السياق من المقيدات وترجيح أحد المحتملات. احنا عندنا الآن محتمل ما يكون، إن الله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. معهم هنا تحتمل أمرين، معنى بذاته أو معنى بعلم. هنا قرينة دلت على أنه معنى بعلمه. ما هي؟ ها؟ آخر الآية إنه بكل شيء عليم. نعم أحسنت. ها؟ أول الآية وآخرها. أحسنت. أول الآية ألم تر أن الله يعلم، يعلم ما في السماوات إلى آخر الأرض. وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم. الآية افتتحت بالعلم وانتهت بالعلم، يبقى المعية هنا معية إيه؟ علم. هذا السياق دل على ترجيح أحد المحتملات، وهو أن الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى. طيب دي اسمها المعية العامة. في معية اسمها المعية الخاصة. المعية العامة معية الإحاطة والعلم، المعية الخاصة معية الهداية والتأييد والنصرة والتثبيت. وهذه المعية لا تثبت إلا لفئات من خصوص الخلق، مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأثبت المعية الخاصة للمتقين المحسنين. إن الله مع الصابرين، معية خاصة للصابرين. وهنا لما وقف موسى وفرعون، موسى
وأخاه هارون في جهة، وحيدان فريدان سليبان إلا من الإيمان، وفي الجهة الأخرى ملك متغطرس جبار حوله سحرته وقادته وجنوده ومستشاروه، وبدأت حلبة السباق. وموسى ينظر إلى هارون، هارون ينظر إلى موسى، هل نحن سننصر على هذا الجمع العرمرم؟ ويقول السحرة والكل يشاهد في يوم الزينة، تلقي يا موسى ولا نلقي نحن؟ قال بل ألقوا، فألقوا حبالا وعصيا ونحو ذلك، فإذا بها تتحول إلى حيات وثعابين في الساحة، وإذا بكل الناس يهلل يهلل يهلل، حيات وثعابين، الساحة كلها حيات وثعابين، انتصر فرعون، انتصرت سحرة فرعون. ومن كثرة الحيات والثعابين يا إخواني موسى خاف عليه السلام، وهو نبي، حيات ضخمة وثعابين ضخمة جدا، بدأت تتلوى في الحال، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك يا موسى، لن نكلفك أن تمسك بالعصا وتضرب كل حية أو ثعبان، وإنما ضع ما بيدك على الأرض واترك المعركة، فإن الذي يقود المعركة بقدرته وعنايته هو الله. ألق ما في يمينك، ارميها على الأرض وخلاص. فألقى موسى ما بيمينه، والله عز وجل يناديه لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع ما يجري هناك، يعني يا موسى أنت واقف بعيد، هم هناك بيدبروا ويخططوا ويتكلموا، أنا أسمع كل شيء وأرى كل ما يحدث. إثبات صفة الإيه؟ السمع والرؤية، تمام؟ جميل. قال العلماء وحول هاتين الكلمتين تدور كل استراتيجيات الحرب الحديث، أسمع كل أجهزة التصنت على الأعداء، أرى كل أجهزة تصوير المواقع المتقدمة عبر الأقمار الصناعية ونحو ذلك تندرج تحت كلمة أرى. إنني معكما أسمع وأرى. موسى عليه السلام ألق ما في يمينك، خلاص موسى ألقى وسكت، انتهت مهمة موسى، ألقى العصا، حط العصا على الأرض وسكت، وإذا بهذه العصا تغلظ وتغلظ 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 حتى قيل إنها كانت غلظ الجبل، وقيل بأنها كانت تضع فكها الأسفل عند أصل الجبل والفك الأعلى عند قمة الجبل. تصور ألقي عصاك فإذا بالعصا تغلظ وتغلظ وتغلظ، ثم تمشي في الساحة فتبتلع الحيات والثعابين حتى ابتلعت كل الحيات والثعابين التي في الساحة، وقفت منتصبة ثم شقت الصفوف والناس مندهشون، ما هذا الذي يحدث؟ شقت الصفوف متجهة نحو المنصة التي يجلس عليها فرعون، فجرى من حوله من القادة والجنود والوزراء وخاف وانجفن، وقام فرعون يجري يا موسى أمسك عصاك أمسك عصاك أمسك عصاك، فلما رأى موسى الحق قد ظهر واستبان وضح، تقدم بخطوات وإيدة فأمسك بالحية فصارت عصا كما كانت. من الذي نصر موسى؟ إنه الله. إنني معكما أسمع وأرى. فلما رأى السحرة ذلك خروا سجدا. لماذا سجد السحرة ولم يسجد الناس؟ لأن السحرة علماء يعرفون علم السحر جيدا، لأن الساحر إذا وقف أمام ساحر آخر بيعمل سحرين، سحر للخيط يعمله ثعبان، وسحر آخر يسحر أعين الناس لتراها ثعابين. السحر اللي في مقابل بيعمل سحر مضاد يرى الأمور على حقيقتها، يعني السحرة شايفين الحبال حبالا والعصية عصية للسحر، والناس كلها شايفاها حيات وثعابي، وسحروا أعين الناس ترهبهم وجاءوا بسحر عظيم. لكن فوجئوا وهم عاملين
حاجة معينة ضد سحر موسى كما يزعمون، أن يروا، كان المفروض أن يروا حية موسى يروها إيه؟ عصا، لكنهم رأوها إيه؟ حية حقيقية، انقلبت انقلابا حقيقيا، فخروا سجدا لله وعلموا أن ذلك معجزة وليس سحر. ولذلك سجد السحرة أجمعون، قالوا آمنا برب موسى وإيه؟ وهارون. إذن هنا إثبات صفة السمع والبصر. نعم. وقال سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. من يفعل المعاصي ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يشرب الخمر خفية ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يختلس من أموال الدولة ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يزني في المرأة المغيبة وزوجها مسافر من سنوات ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يأكل أموال اليتامى ألم يعلم بأن الله يرى؟ من ينام عن صلاة الفجر ألم يعلم بأن الله يرى؟ من يدمر الشر في قلبه ألم يعلم بأن الله يرى؟ آية تهدد كل عاص وتزجر كل إنسان يريد أن يفعل شيئا يغضب الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن يراقبك ويخافك ويخشاك. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك يا محمد عليه الصلاة والسلام حين تقوم بالليل فتصلي لله في ظلماته، وتقلبك في الساجدين وتقليب وجهك لله عز وجل متضرعا متذللا مستكينا، إنه هو السميع العليم. يراك فيرحمك، يراك فيرفع مرتبتك عنده. تصور هذه الآية الكريمة: إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وطبق هذه الآية الليلة، واستيقظ في ثلث الليل الآخر، وصل لله جل وعلا في ظلمات الليل، واعلم بأن الله يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. استد لله عز وجل وقل: يا رب، يا من تراني الآن، يا من ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم نبضات قلبي، جئت إليك ذليلا مستكينا أرجو رحمتك وأخاف عذابك، جئتك بذنوب كالجبال العاتيات، جئتك محملا بالذنوب والعظائم والكبائر، لكنني أعلم أنك رحيم، فانظر إلي بعين الرحمة، وانظر إلي بعين المغفرة، وانظر إلي بعين التوبة، فأنت الكريم لا ترد سائلا، أنت الكريم لا ترد سائلا، وأنت التواب لا ترد تائبا، فلا تردنا محرومين، ولا تردنا يائسين. إذا قلت ذلك فإنك ستجد الله غفورا رحيما. نعم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا. وقل اعملوا، اعمل خيرا أو شرا فإن الله يراه. اعملوا، اعمل طاعة أو معصية فإن الله يراه. فسيرى الله عملكم، سيراه الله في الدنيا وهو يراه مطلع عليه أثناء عمله، وسيراه أمامكم ويطلعكم عليه يوم القيامة. إذن فانظر ماذا تريد أن يعرض الله من عملك. وهذه آية فيها تهديد ووعيد شديد لكل من تسول له نفسه أن يفعل معصية، وفيها إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. شديد العقوبة، شديد المكر، المحال يعني المكر.
وسوف تأتينا، وهذه من صفات إثبات صفة المكر لله جل وعلا، بأن الله يمكر بالماكرين والله عز وجل يمكر بالكافرين. فقال وهو شديد المحال، والمحال في اللغة معناها المكر. نعم. وقوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، مكر هؤلاء والله عز وجل مكر بهم وهم لا يعلمون، والله خير الماكرين، أي أن الله لا يمكر إلا بالماكر، لا يمكر إلا بالمحتال. فيا من تمكر على الربا وتبيع بالعينة وتظن أنك مكرت على الله، احذر إن الله خير الماكرين. يا من طلقت زوجتك 3 مرات وقال العلماء لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذهبت لتعقد عقدها على رجل ليدخل بها ليلة ثم يطلقها مكرا بأحكام الله لترجع إليك، احذر. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لا تمكر، لا تمكر ولا تحتال على أحكام الله جل وعلا. فهذه الآية فيها إثبات المكر لله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، نعم، فيها إثبات صفة المكر بالكفار أيضا على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولنؤول المكر كما أوله أولئك بإرادة العقاب ونحو ذلك، وإنما هو مكر حقيقي لكن كيفيته لا نعلمها، على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته مع إيماننا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم انتقل إلى صفة الكيد فقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، إنهم يكيدون كيدا، أهل مكة كفار مكة يكيدون كيدا، أي كيدا شديدا، يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، يكيدون للإسلام والمسلمين. هل صفة المكر صفة نقص؟ العلماء يقولون لا يوصف الله عز وجل بالماكر، وإنما صفة المكر مقيدة، فنقول يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين، يخادعون الله وهو خادعه. نعم. المكر إرادة السوء، إرادة العقاب، إرادة العقاب بإنسان، هذا تعريفه في اللغة. لكن أنا أضرب لك مثالا أوضح لك القصة. أقول لك فلان ده طيب وابن حلال بس مالوش في المكر ولا الكلام ده، الناس تمكر به وتعطيه كل مقلب وهو ساكت مش عارف يعمل حاجة. واحد يضحك عليه يقول له يا عم الشيخ هات 100,000 ندخلها في مشروع وانت بالنص وانا بالنص ومش عارف ايه، ويضحك عليه وياكل الفلوس، خلاص خسرت يا عم الشيخ، ولا خسرت ولا عمل حاجة أصلا. هل الرجل ده يبقى فيه صفة مدح ولا فيه صفة ذم؟ ذم، صفة ذم. لكن فلان ده طيب وابن حلال وكل حاجة ما بيأذيش حد، لكن ما حدش يقدر يأذيه ولا حد يقدر ينكر بيه أبدا. يجي واحد يقول له ايه انا عاوز منك كذا وكذا عشان نعمل كذا وكذا، طب انتظر اما استخير، استخر والله يا رب استخرت ماليش في الموضوع ده، يقول لك حاول يضحك عليه وينكر به برضه طلع منها زي الشعر من العجين. ده في المخلوقين ولله المثل الاعلى. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يمكر بالماكر، يعني الكفار
الذين كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يقتلوه، قالوا إيه؟ بدل ما قبيلة تقتله تقف قبيلته ضدها تبقى مشكلة، أخرجوا من كل قبيلة شابا قويا. شوف المكر، يبقى كل قبائل قريش هتقف أمام بني هاشم واضربوه ضربة رجل واحد، ما ممكن يموت بسيف واحد، بس كلهم اجتمعوا عليه، مكروا حتى لا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثأره، فمكر الله بهم، اقفوا حواليه، خلاص وقفوا وأحاطوا بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره الله عز وجل أن يخرج بالليل من وسطهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وينام علي بن أبي طالب ويمشي، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقابل أبو بكر ويطلعوا إلى غار ثور، خلاص النهار هيطلع فجر، خلاص ينظرون من الثقب يجدون رجلا نائم، لا لسه نائم النهار طلع، طب اطلع بقى هيهجموا على، اطلع، يخرج فإذا هو علي بن أبي طالب، ويحك أين محمد؟ لا أدري، مكر الله به، مكر الله بهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الإيه الماكرين سبحانه وتعالى. لا معنى مباشر، معنى مباشر معنى مباشر، يعني ممكن نطلق عليك معنى مباشر، وقول معنى أما المكر صفة تليق بجلال الله وعظمته، زي الحب والبغض والكراهية، ماشي يا أخوانا؟ المكر مطلقا صفة ذم، فلان بيمكر بالناس كلها بالصالح والطالح صفة ذم، لكن فلان لا يخادع أحد، فإذا ولذلك هذه الصفات يا أخواني العلماء يقولون لا تطلق على الله مطلقة، وإنما تطلق على الله إيه؟ مقيدة، قل يمكر بالماكرين يمكر بالكافرين. نعم. أحسنت. الإخوة الكرام الذين يقولون نريد أن نفطر، أبشروا وأملوا، هتفطروا إن شاء الله السنادي بإذن الله، إن شاء الله هتفطروا السنادي، والفطار جاي في الطريق، جاي في الطريق يا أنس، وزير وزير الاقتصاد العالمي مش عارفين هيعطيكم ايه، اظن انه سيفطركم فولا معتبرا، وايضا ان شاء الله طعمية مشفية ان شاء الله رب العالمين، فابشروا واملوا باذن الله تعالى. لكن يعني ناخد شوية بسرعة، لان احنا هنعطي الفطور نصف ساعة، هنفطر واحنا قاعدين وهنبدأ نتكلم ان شاء الله عشان نخلص يا شباب المستقبل ان شاء الله، لان انا عارف اول ما تاكلوا الفول والطعميه مخمخه ورخرخه وكسل، ماذا تريد؟ ارفع صوتك. نعم احسنت، نقول بان الله لا يمكر الا بخير، والله خير الماكرين. نعم. ثم انتقل الى الصفه الاخرى، صفة العلو والمغفرة والرحمة والعزة. ما زال؟ أيوة ننتقل لها. ثم قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هنا إثبات صفتين لله، ما هما؟ العفو والإيه؟ والقدرة. العفو والقدرة، فإن الله كان عفوا قديرا. ونأخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان مهما ظلم نفسه ودسها في المعاصي ثم تاب وأناب إلى الله جل وعلا ولجأ إليه لجوء المسكين فإن الله عفو عنه، فإن الله عفو قدير، عفو يعفو عنه. ولماذا قال بعد العفو هنا القدرة؟ لأن الإنسان أحيانا قد يعفو عن إيه؟ عن ذلة أو استكانة، يقول لك فلان ضرب القلم اعفو عنه يا عم، لا مش عارف، اعفو عنه، لا مش عارف. أنت عارف فلان ده أبوه مين؟ مين؟ أبوه فلان،
رئيس الوزراء وضابط المركز كلك عارفينه، هتعفو ولا ايه؟ عفوت يا عم، ده العفو كويس والله، العفو حلو، ان الله عفو غفور، فمن عفا واصلح فاجره على الله، حتى لو حد يعفو ياخذ الاجر والثواب. يبقى هذا الانسان عفا عن قدره ولا عن ذله ومهانه؟ عن ذله ومهانه. لكن الله ولله المثل الاعلى، يعفو وهو قدير قادر ان ينتقم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني: من عفا عن أحد وهو قادر، من عفا عن غيظ وهو قادر أن ينفذه، خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد من الحور العين ما شاء. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا. ما هو العفو والحديث دي برضو مهمة جدا. واحد كنت في مشكلة مرة، فمظلوم وأنا مظلوم، قلت له أنا عارف أنك مظلوم، قلت له رجل قابل رجلا فضربه قلما على وجهه، بلاش على وجهه، ضرب قلما على قفاه، ظلما وعدوان، ده ظلم ولا مش ظلم؟ ظلم. أنا أريد أن أقتص. طب يا أخي اعفو واسمح. لا أقتص، من حقه يقتص ولا مش من حقه؟ حق يقتص. لكن احنا بنقول لك انت رجل بنندبك الى العفو، خلاص اعفو. قال عفوت، خلاص مش هتقتص، عفوت يعني لن اقتص. اثنين، طب سامحه. لا خلاص انا مش هقتص، لكن انا غضبان منه، متاثر نفسيا من جهته، مش قادر استريح. طب معلش، طب دي مرتبه اعلى، اعفو اصفح سامح. سمحت، طب سمحت. وبعدين انا عاوزك تاخد هديه كده وتروح تزوره كمان. كمان ده احسان، احسان. انت عاوز ترتفع درجه المحسنين. الثلاث مراتب دول ربنا ذكرهم في قوله ايه؟ والكاظمين الغيظ، هذا اول نقطه، والعافين عن الناس ثاني، والله يحب الايه؟ المحسنين الثالث. شوف في ثلاث درجات. نعم. فالله عز وجل عفو مع القدره سبحانه وتعالى، فهنا اثبات صفه العفو وصفه القدره. نعم. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله عز وجل لا يغفر إلا بعد العفو، فاستدل هنا بالمغفرة والرحمة عن العفو. وقال أيضا: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نعم، وهذه صفة العلم لله جل وعلا، مش موجود عندكم؟ لا، هذه من الشواهد. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خلاص خدنا الآية التي بعدها، نخش على العزة، صفة العزة لله جل وعلا. فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هنا إثبات صفة الإيه؟ العزة لله تبارك وتعالى. ولله العزة، والعزة معناها أن الله ذو قدر عزيز. والعزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع. والعزة بأقسامها الثلاثة ثابتة لله جل وعلا. فعزة القدر أن قدر الله عزيز، وعزة القهر هي عزة الغلبة، أن الله عز وجل غالب قاهر لكل شيء. وعزة الامتناع أن الله ممتنع فلا يناله سوء ولا نقص من أحد سبحانه وتعالى. هذه العزة.
العزة اسم ولا صفة؟ عزة الله صفة والعزيز اسم. هل يجوز أن تدعو الله بالصفة؟ تقول إيه؟ اللهم يا عزيز اغفر لي وأعزني، يا ذا العزة والجلال والجبروت أعزني وأعز مقامي. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس يثبت صفة الإيه؟ العزة لله تبارك وتعالى. واحد يقول لك: وأنت بتستدل بقول إبليس؟ لا، إحنا بنستدل بإيه؟ بإقرار الله له، لأن الله لا يقر باطلا. لأن اليهود لما قالوا يد الله مغلولة ربنا لم يقرهم، رد عليهم مباشرة: بل يداه مبسوطتان. فلما سكت الله عز وجل عن ذلك دل على أنه أقر صفة العزة. نعم. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إثبات الاسم لله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي اسمك مبارك فيه بركة، وهذا واضح يا إخوان. فاسم الله عز وجل على الذبيحة يجعلها إيه؟ حلالا مباركة. ولو ذبح الذبيحة بدون ذكر اسم الله صارت ميتة، أو ذبحها وذكر عليه غير اسم الله ملكا أو جنا أو نحو ذلك صارت ميتة خبيثة لا بركة فيها. ولو دخل بيته فذكر اسم الله بورك في البيت وخرجت منه الشياطين، كما ثبت عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أول ما تدخل البيت بسم الله السلام عليكم، كل ما تدخل البيت فتثبت البركة في بيتك في أهلك ومالك وولدك. وأيضا حديث صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا وضع عشاءه فذكر اسم الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل بيته فلم يذكر الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع عشاءه فلم يذكر الله قال: أدركتم المبيت والإيه؟ والعشاء. أدركتم المبيت والعشاء. إذن اسم الله مبارك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. بدأ يذكر آيات الصفات المنفية في تنزيه الله عز وجل ونفي المثل عنه، فقال: فاعبده أي اعبد الله واصطبر لعبادته. هذا يدلك على أن عبادة الله تحتاج إلى صبر. عبادة قيام الليل تحتاج إلى صبر، عبادة طلب العلم تحتاج إلى صبر، عبادة الإنفاق تحتاج إلى صبر. أي طاعة من الطاعات تحتاج إلى صبر يا جماعة. عبده واصطبر، ما قالش واصبر، قال واصطبر. لماذا؟ واصل في الصبر. جميل. نعم. الصبر ليس له حدود. أحسنت. صبر نفسك. أحسنت. اطلب الصبر بالمجاهدة. أحسنت. المصابرة. أحسنت. طلب الصبر من الله أن يصبرك. أحسنت. نعم. المبالغة في الصبر. أحسنت. أحسنت. الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. نعم. نعم. عدم اليأس مطلق. الفرق بين اصبر، كلك صح، الفرق بين اصبر واصطبر أنه زاد هنا الطلب. وهناك قاعدة اكتبها، قاعدة لغوية اكتبها: زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. زيادة المبنى يدل على زيادة الايه؟ المعنى. فهنا قال واصطبر، لم يقل واصبر، قال واصطبر لعبادته. فالطاء زاد حرفا
فزاد في المعنى أي زد في الصبر. مثل سورة الكهف تسطع وإيه؟ ها؟ وتستطع، فما استطاعوا له إيه؟ نقبة. و مستطاع واستطاع، لا لا لا، ما لم تستطع عليه صبرا، ما لم تستطيع، تستطع وتسطع، لما زاد الحرف زاد المعنى. فكل المعاني التي ذكرتموها على قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته يدل على اصطبر صبرا طويلا، اصطبر ولا تيأس، اطلب الصبر من الله، صبر نفسك بالمجاهدة، زد في الصبر، مبالغة في الصبر إلى آخره. كل دي انت مطلوب منك في العبادة. ولذلك كثير مننا يفقد هذه المسألة، ممكن يصبر لكن لا يتصبر. يعني مثلا يعني رمضان فات بكم شهر؟ شهر واحد 30 يوم صح؟ لو أنا قلت دلوقتي من منكم قام الليلة من رمضان حتى الآن في 30 يوم دول لم يخرم ليلة واحدة؟ واحد يقول الحمد لله أنا قمت 10 ليال، واحد يقول الحمد لله 15 ليال، واحد 20 ليلة، واحد. لكن الذي واصل الشهر كله هو الذي صبر نفسه. واحد يصبر 10 أيام ولا يتصبر، 20 يوم ولا يتصبر. فالعبادة يا إخوان تحتاج إلى صبر طويل لكي تنال جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم صبرنا لطاعتك وعبادتك. فاعبده واصطبر لعبادتي، هل تعلم له سميا؟ يعني سميا مثيلا، مثيلا وهنا نفي، أي لا يوجد له سمي، لا يوجد له مماثل أبدا. نعم. وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له نظير ولا شبيه. هذه الصفات المنفية، نفي المثيل، نفي الشبيه، نفي النظير. نعم. وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، نفي الند وهو المثيل أيضا والنظير. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا إنكار على من جعل لله أندادا، فهذا نفي للند. يحبونهم كحب الله فيها تفسيران. تفسير الأول المشركون يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله. المعنى الثاني المشركون يحبون أصنامهم كحبهم لله. لما يجي واحد يقول لك أنا بحب الولي الفلاني، طب ماشي، ونحن نحب الأولياء والصالحين، لكن أنت تعتقد في الولي أنه ينفع ويضر، ولذلك زاد حبك عن حده، فأنت الآن تحبه كحبك لله. فالله عز وجل أنت تحبه لأنه ينفع ويضر ويرزق ويعطي، وأنت تعتقد أن الولي ينفع ويضر ويرزق ويعطي، فأصبحت هناك أصبح شرك في المحبة. لكن نحن نحب الأولياء والصالحين ونعلم أنه بشر لا ينفعون ولا يضرون، نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه بشر. هذا الفرق بين المحبة الشرعية والمحبة الشركية، هذا نفي للأنداد. نعم. قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هنا نفى كم صفة؟ لم يكن له شريك في الملك، يبقى نفي ليه شريك. أولا الذي لم يتخذ ولدا، أحسنت، نفي الولد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، نفي الولد. اثنين نفي الشريك. ثلاثة نفي الولي من الذل. لكن الولي الله له أولياء، لكن هناك فرق بين الولي والولي من الذل، ما الفرق بينهما؟ نعم. لا الفرق بينهما يا إخواني، نعم،
الولي من الذل هو الولي عن عجز. أحسنت، الولي من الذل هو الولي عن عجز. يعني أنت مصاحب فلان ليه؟ لأنه راضي الوزير وكذا، ممكن تحتاج له ولا حاجة. لكن أنت مصاحب فلان وعارف فلان ده فقير وأنت أقوى منه أغنى منه كل شيء، يبقى أنت مصاحبه لله، لا تريد منه نصرة يوما ما. ولله المثل الأعلى، الله يصطفي من عباده أولياء لا يحتاج إليهم ولكنهم هم محتاجون إليه، وإنما اصطفاهم كرما منه ورحمة، فليس له ولي من الذل، وإنما هو عزيز يصطفي من يشاء من عباده ويجعلهم أولياء سبحانه وتعالى. يبقى النفي هنا ليس نفي الأولياء وإنما نفي الولي من الذل. وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبير. فالله أكبر في علمه وأكبر في رحمته وأكبر في غضبه وأكبر في سخطه وأكبر في عفوه وأكبر في مغفرته وأكبر في رزقه وأكبر في عليائه، أكبر كبيرا سبحانه وتعالى وأكبر في عظمته. نعم. وقال سبحانه وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح يعني إيه؟ نسبح الله يعني، أحسنتم، ننزهه عن كل نقص. فالمؤلف يتكلم الآن عن الصفات المنفية، ونفي الصفات عن الله عز وجل تنزيه له عن كل نقص. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ينزه الله عز وجل ما في السماوات وما في الأرض. إخواني، المؤمن يسبح، والشجر يسبح، والحجر يسبح، العمود اللي بجوارك ده بيسبح، معقول؟ المكتب ده اللي قدامي ده بيسبح، خشب المنبر يسبح، جدار الحائط يسبح، خشب الشباك يسبح. طب معلش، الطاقية اللي على راسك دي تسبح؟ تسبح. الثوب الذي تلبسه يسبح؟ لا إله إلا الله، الثوب يسبح. إذن كل شيء من حولك يسبح. ولذلك قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفورا؟ أحسنت، حليم عن غفلة المؤمنين عن التسبيح. يعني ممكن الثوب اللي عليك يسبح في اليوم 10,000 تسبيحة وانت مسكين ما سبحتش غير 100 تسبيحة بس، ورغم كده ربنا حليم بيك. شوف، حليما غفورا، غافر لنا تقصيرنا يا رب، يا رب اغفر لنا تقصيرنا يا رب. نعم. أحسنت، وهذا معنى آخر، حليم بنا لو أن الله عز وجل كشف عن سمعنا وجعل سمعنا مرهف وسمعنا تسبيح الشبابيك وتسبيح الأبواب وتسبيح السجاد وتسبيح الكراسي والدنيا كلها بتسهى، هنموت يا رجال، هنموت يا رجال، إيه ده؟ لا نطيق هذا أبدا. لك ربنا رحيم بينا، حليم. لكن هنا مسألة يا إخوان، أول آية بيقول إيه؟ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ما تشمل العاقل وغير الايه؟ العاقل. طب المؤمن بيسبح، الكافر يسبح؟ أحسنتم، بارك الله فيك. الكافر لا يسبح باختياره ولا يحرك لسانه بالتسبيح لأنه لا يؤمن بالله، لكن أعضاء الكافر تسبح، فيد الكافر تسبح، ورجل الكافر تسبح، وشعر الكافر يسبح، وعين الكافر تسبح، وأنف الكافر يسبح، أعضاء الكافر تسبح، فيسبح لله كل شيء في السماوات والأرض. سبحانك يا ربنا. ولذلك قال الله: طوعا وكرها. ده بيسبح غصب عنه بقى، كرها. نعم. يسبح يعني ينزه الله عن كل نقص. نعم. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارك، ما معنى تبارك؟ أحسنتم، تعالى وتعاظم. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان هو القرآن، على عبده من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. من هم العالمون؟ عالم الإنس وعالم الجن. نذيرا أي محذرا له من عذاب الله والشرك به. الذي له ملك السماوات والأرض، اللام للملك، له ملك السماوات والأرض، الله عز وجل يملك السماوات والأرض. وبدأ ينفي بقى، ولم يتخذ إيه؟ ولدا، نفى الولد، ولم يكن له شريك في الملك. وهنا لم يقل لم يلد ولدا، قال لم يتخذ، لن يتخذ أفصح من إيه؟ يلد، أي لم يلد ولدا ولم يتخذ حتى من المخلوقات ولدا، لم يصطفي واجعله ابنه، يبقى ابنه بالتبني مثلا، لا. فالله عز وجل يريد أن ينفي الولد الحقيقي والولد بالتبني أي أنواع الولادة، ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، نفي الشريك. وخلق كل شيء فقدره تقدير، فأثبت صفة الخلق وصفة القدرة والقضاء والقدر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد، كما قلنا لم يلد ولم يتخذ، ما اتخذ الله من ولد، لم يقل ما اتخذ الله ولدا هنا، قال من ولد. ها، أيوة، المن هنا تدل على أي ولد، أي ولد كان صغيرا أم كبيرا، تعم وتشمل. انت كلت يا عم، تقول والله ما كلت من ما ذقت من طعام، هذا أسلوب لغوي معروف، يعني لم أكل شيئا مطلقا، النفي المطلق. ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى، وما كان معه من إله، لا إله كبير ولا إله صغير ولا إله من الجنس ولا إله من الجن ولا من الإنس ولا نص إله ولا ربع إله، من إله، نفي مطلق للآلهة الباطلة. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. إثبات القياس ومناقشة الكفار بقانون التمانع المعروف المشهور. إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني لو فرضنا، لو فرضنا تنزله، لو فرضنا أن الكون له إلهان، إيه لا يحصل؟ كل إله عاوز يتغلب على التاني، تمام؟ يبقى بين أحد أمرين، إما أحدهما يتغلب على الثاني ويأخذ كل مملكته فيكون هو الإله، وإما ألا يقدر أحدهما على الآخر فينفصل كل منهم بمملكته، يقول له خلاص أنا لي السماء وأنت لك الأرض، طب خلي الشمس تطلع، الشمس مش طالعة النهار، أنا حر. يقول له طب خلي الأرض تطلع عشان العباد يأكلوا، يقول له مش مطلع السنة دي، خلاص خليهم يموتوا. قال تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يأخذ الليه الجزء بتاعه. ولعلى بعضهم على بعض، بعضهم يريد أن يعلو على الآخر ويكون هو الإله، يعني يريد أن يقول لا يمكن أن يحدث هذا، لابد أن يكون للكون إله إيه؟ واحد، لو في إلهين هتفسد الأرض ويفسد السماوات وتفسد المخلوقات. سبحان الله عما يصفون، ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة، صفة النقص، أن يكون معه شريك أو إله آخر أبدا. عالم الغيب والشهادة فتعالى تعاظم عما يشركون، أي يشركون معه الآلهة الأخرى. هذه كلها نفي لصفات النقص. نعم. ثم قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبهوا الله بخلقه. تقول مثلا يعني ربنا ينزل إزاي إلى السماء الدنيا وربنا على العرش إزاي؟ يعني تجي إزاي دي؟ ما هو إن نزل يخلو منه العرش، وإن ظل لن ينزل. نبقى نفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول مبتدع، نفسر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يبقى ينزل أمر ربنا ولا ينزل ملك؟ نقول لا. فلا تضربوا لله الأمثال، الله قادر أن ينزل وهو فوق العرش، فلا بد أن تؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رب العزة تبارك وتعالى. نعم ارفع صوتك. تنزل رحمته. كويس جميل. أخونا الكريم بارك الله فيه يقول بعض الناس بدل ما يقولوا ينزل ربنا يقولوا إيه؟ تنزل رحمة ربنا، صح؟ لكن أهل السنة والجماعة ردوا على الأشاعرة الذين قالوا ذلك وقالوا هل الرحمة تنادي وتقول هل من تائب فأتوب عليه؟ الرحمة تقدر تقول كده؟ هل من مستغفر فأغفر؟ تقدر الرحمة تقول كده؟ إذن من الوحيد الذي يقول هل من تائب فأتوب عليه؟ والله سبحانه وتعالى. إذن نؤمن أن الله عز وجل ينزل. ما احنا قلنا ان قوانين ربنا غير قوانين الحياة، انت عقلك بيقول لا ما ينفعش يقف مكانين وكلام من، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا رجال صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. زمان مش عارف انتوا حصلتوا كده ولا، كان في تليفون هاتف بمنافلة، عارفين المنافلة؟ تضرب الرقم تلف كده جرس كده، تضرب الرقم وبعدين تفضل تعمل بالمنافلة كده يد كده تحركها، تقوم اليد دي تعمل جرس عند التاني. كان ده بقى ايه المتطور جد. اول ما طلع التليفون ده انكر اناس وقالوا مش ممكن واحد يتكلم في القاهرة بسلك والتاني في الاسكندرية يسمعه، لا 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 هذا سحر عظيم يا جماعة، لا ده تقدم علمي ومش عارف ايه والبتاع والكهرومغناطيسية والموجات المهلبية برضو ما فيش فايدة. وصل هذا الامر عجيب جدا. فجي ناس بعد كده تطور الامر ولغوا المنافلة وجابوا البتاع ابو طارة ده، تلف بطارة كده تلفها، تلف السبعة تسيبها ترجع لورا، تضرب جرس تلف الثمانية وتسيبها ترجع لورا، تسيب في التسعة على ما يعني كان صبعك بيوجهك لم يضرب الرقم. ويا سلام لو الرقم هناك مشغول بقى. وشوية وتطور الأمر إلى التليفون اللاسلكي اللي في السيارات، يعني السيارة تليفون لاسلكي كان 150,000 وعلى الجبال كده إيه حاجات للسيارة. وشوية وتطور بقى محمول في إيدك بدون أي سلك ولا حاجة. فكانت الناس في البداية تستغرب تتعجب إزاي ممكن. أول ما طلع الراديو ده كان كبير كده، وكانت القرية كلها فيها راديو واحد وبيشتغل ببطارية كبيرة، بطارية مية كبيرة كده، يحطوا البطارية والراديو عند بيت العمدة ويجي فارش قش في الجورن والناس تتلم ويقعدوا يسمعوا إيه الراديو. يقول لك إيه معقول الحديد بينطق؟ مش ممكن. واحد يقول لك خلاص خلاص قربت القيامة، ليه؟ من علامات الساعة ينطق الحديد يا عم. نقعدنا والله شفت، انت شفته سمعته بنفسك؟ اه. يكون واحد قاعد جوا بتكلم، لا الناس مش متصورة هذا ابدا. فاحيانا العقل لو انسان حكم عقله يتعجب. دلوقتي خلاص الروض في كل مكان والصور كمان والتلفزيون يلقط الصورة ويلقط، فانت لا تحكم عقلك كما ذكرت لك، فالعقل قاصر. دي كلها قوانين البشر. يعني كان زمان يقول لك ايه ميزان له كفتان، يقول لك طب احنا بنوزن الحرارة، بتقول ايه حرارة ايه؟ يا الحرارة تتوزن؟ تتوزن ازاي دي؟ يعني هتحط الحرارة في كف وكيلو في كف وكيلو ربع وتشوف الحرارة كيلو ربع ولا كيلو
إلا 50 جرام، يقول له يا عم فيه ميزان ثاني اسمه ميزان الحرارة ومش عارف، ويفهم فيه وزئبق يطلع وينزل ويقيس بالمش عارف، والكلام ده كله أنا مش فاهم. أنا أعرف ميزان الطماطم والبطاطس بس. فأنا أقول تحكيم العقول في صفات الله عز وجل أمر هيجعلك تضل على طول. ولذلك العلماء يقول نسلم ونقول على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته. دلوقتي في ميزان الحرارة وميزان الضغط الجوي وموازين كثيرة جدا، وخلاص الناس استوعبتها. فالله عز وجل يستطيع أن يكون نازل ينزل السماء وأن يكون فوق العرش، مش مستحيل يعني، ولا حاجة على الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. وقال بعض العلماء لا نقول يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش، وإنما نقول الآيات كما نزلت والأحاديث كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. النفي هنا إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني يا من تتكلمون في صفات الله بأهوائكم وعقولكم وتتركون الكتاب والسنة، أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون. وأنت شفت ربنا عشان توصفه؟ لا. إذن قل على الصفة التي تليق بجلاله وعظمته، وتضرب له الأمثال، ليس كمثله شيء. يبقى أنت لابد أن تسلم للآية والحديث على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. ولذلك ريحنا السلف لما جاء الرجل فسأل الإمام مالك عن الاستواء، فقال إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، شيلوه من المسجد طلعوا بره. وأمر الإمام مالك به بقذفه خارج المسجد عشان هيشوه صور الناس، عقول الناس. إذن كل من يؤول أو يعطل أو يمثل فهذا يقول على الله ما لا يعلم. نعم. طيب نبشركم بأن الفطور قد وصل، والساعة الآن 10:15، وموعدنا إن شاء الله تعالى كل واحد مكانه. طب كل واحد مكانه.